طب احنا دايما عندنا سؤال في الحلقة يا كابتن، انه مين افضل 3 لعيبة من وجهة نظرك في المباراة اللي فاتت؟ واحنا كده بنتكلم على مباراة الاهلي وسيراميكا، عايز اعرف وجهة نظرك في افضل 3 لعيبة في النادي الاهلي المباراة اللي فاتت. افضل 3 لعيبه، يعني لو انت بتكلميني ممكن مثلا ناخدهم كده بالترتيب، بس من تحت اللي فوق. يعني الافضل مثلا كان على مستوى التكتيك اكرم توفيق، يعني انا شايف ان هو برضو اجاد في مكان مش في مكانه، وفي نفس الوقت بيلعب على قد قدراته، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو ينفذ الجمل التكتيكيه، او بيحاول ينفذ التعليمات بتاعت مستر موسيماني. تاني واحد برضو الى حد ما برضو ماشي بخطه ثابته برضو وكويس جدا، اليو ديانج، برغم ان هو من رجوعه من كورونا ممكن تكون اثرت عليه الى حد ما في بعض الاوقات، لكن برضو بنفس الكواليتي بتاعته، بنفس الجوده اللي هو بيجيب بيها في نص الملعب، بنفس الدفاعيه، بنفس الشراسه الهجوميه اللي موجوده عنده، التكمله بتاعته بتاعت نص الملعب، كل ده يعني برضو ماشي كويس. النقطه الاخيره، ممكن يبقى في 2 لعيبه انا مش عايز اظلم حد فيهم، يعني علي معلول وكهربا، الاثنين الصراحه يعني في الفتره دي او الفتره اللي هي ممكن يكون في اصابات او في تقصير في السكواد بتاع لعيبه النادي الاهلي، دول بيظهروا في الوقت ده وبيجيدوا وبيشيلوا المسؤوليه فعلا بشكل كبير، ويمكن علي معلول اكتر كمان سنه من محمود كهربا، ان هو بيجيد فعلا، ان هو يبقى قائد زي ما بيقولوا كده، مش لازم يبقى فيه شرط القيادة معاه، بس على الأقل قائد جوه الملعب، بيقدر يتحكم في رتم الملعب، بيقدر يتحكم في العقليات حواليه اللي هي بتكون جنبه في الملعب، ودي سمة كويسة فيه، فأقدر أوازن بينه وبين محمود يمكن كهربا.